هل اجي لك بقى يعني؟ ما شاء الله انت يعني حبيبتينا في تنس الطاوله، وخلي كده يعني نتابع، وجمهور النادي الاهلي بيتابع يعني اخبارك، وحتى مش جمهور النادي الاهلي، كل جماهير مصر دلوقتي. احنا النهارده انت في 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 في, في قمه التصنيف تحت 15 صح العالمي؟ انا خلاص خلصت الفتره دي، انا عديت السن ده، فدلوقتي اخر فتره ليك، اخر كنت الاولى. كنت تصنيفي تمام. الاول، ودلوقتي حاليا اعتقد تصنيفي اول تحت 17، مش متاكده 19. ما بص الصراحه تمام. ما لا ان ببصش، شاء الله هنوصل ان شاء ان الله. شاء الله. انا كنت تصنيفي واحد بس، انا مش عارفه دلوقتي التصنيف كام، ما بصيتش. بس لعبت سيدات كمان ايوه انا في السيدات حاجه و30، 38 ما 39 شاء الله حاجه ما كده. شاء الله. انا الصراحه ما بركزش قوي في الحاجات دي عشان برافو عليك. ما اشغلش نفسي في حاجات يعني تانية. فوق اللي محتاجه اشغل نفسي بيها يعني. ركز في مستواك بس. ايوه يعني انا اكيد مثلا لو بلعب بطوله ببقى عايزه اكسب، بس ببقى حاطه في دماغي، مش ببقى حاطه في دماغي عشان تصنيفي يبقى حلو، ببقى حاطه في دماغي عشان انا عايزه اكسب، عشان برافو انا عليك. بحب اكسب، مش عشان عشان عايزه ازود في التصنيف. اكيد عايزه ازود في التصنيف بالظبط، بس بس بيبقى الاساس هدفي اكسب. الاساسي. برافو ايوه عليك. طب قولي لي، يمكن بنشوف ماما معاكي في المدرجات وبتشجعك ودايما وراكي في كل حته، مفيش ماتش بتفوته لك صح؟ طيب لما ماما بتتكلم معاكي، انا بس عايز اخش في الحته دي شويه، لانه الجانب ده نزل له صور كتير على السوشيال ميديا وجود والدتك، بس عايزين نعرف علاقتك مع والدتك، ايه توجيهاتها ليكي؟ ايه كلامها معاكي؟ ايه نوع الدعم اللي هي بتقدمه لك؟ كده كده يعني يعني كأنهم يعني مثلا انا ماشية كده، لو انا دخلت كده مامي وبابايا ومدربين يا عدل. ايش كده اضرب، مش عارفة اشرحها بطريقة يعني، مش عارفة بيصححوا لك احطها. اي ايوه حياده عن الطريق، هم بيقوموا على طول. يعني مثلا مامتي عمرها يعني ما لعبت رياضة، بس مثلا حضرتك تحسها وهي بتتكلم معايا صحيح انها زي المدربين، اني بتقول صحيح. لي مثلا وقعتي في كذا، وقعتي امي لا ازاي يعني انت صح، بس ازاي عارفه دي انت. اتفرجت على عشرات الماتشات، وقعت ايوه الماتشات ده ليكي ده فخلاص. خلاك يعني في الكلام كده زي المدربين يعتبر. طب لما، طب دي في اللحظات اللي بتبقى حلوه ومكسب طبعا اكيد. طب لو لا قدر الله في لحظات الاخفاق، لو انت يعني مثلا بطوله افريقيا اللي فاتت دي مثلا، اللي قبليها مش اللي فاتت، لما ممكن تلعبي ماتش حلو جدا، ممكن تخسري ماتش وانت لعبة حلو وبتطلعي متضايقه، طب ماما بتقول لك ايه في اللحظه دي؟ هي بتسيبني يعني اعيط وخلق كل الطاقه اللي جوايا. تمام. ايوه بتسيبني يعني اشوف ايه الغلطات وكده، بعدين بقى نقعد بعد البطولة ونشوف ايه الغلطات، ومع المدربين يعني هي تتفق مع مش عارف كابتن عادل، يقعد معايا يقول لي انا عملت غلطاتك ايه غلط فين؟ وعملت ايه صح، ونقعد يعني لو لما بخسر مثلا ماتش في بطولة بنقعد بقى نبقى نشوف ايه الغلط بقى يعني، بيلفوا على كل حاجة يعني نقدر نقول ان مامتك هي وكيل اعمالك؟ صح، نقدر نقول كده. صح يعني والدتك هي وكيله اعمالك في كل شيء، بتفكر صح لك حتى في كل حاجه، وبقت فنيا دلوقتي بتفهم كمان بحكم انها شافت لك ماتشات كتير. طيب خلينا نروح للي جاي. انت جايه لك منافسات كتيره، اشتراكات كتيره الفتره الجايه، يعني كنا بنتكلم في الفاصل محتاجه تريحي، قلت لي لا ده انا كابتن عادل قال ده ما عندهاش راحه. ايه اللي جاي عندك؟ ايه المباريات اللي جايه؟ انا ان شاء الله يوم 13 عندي هسافر، عندي ماتشين في الدوري في السويد. انت نكمل. دلوقتي بتلعب في السويد ايوه السنه اللي فاتت الحمد لله يعني كسبنا الدوري، وانا كنت يعني ما لعبت شاء الله. ماتشات كتير قوي الحمد لله، ساعدتهم يعني على الفوز. و بعدها بقى هرجع مصر غالبا اقل من 6 ساعات، وبعدين اروح على المطار، عندي هسافر بطوله كبار تقريبا قطر، بعدين لوحدك هتسافري ولا معاكي مدرب؟ يعني السويد كنت لوحدك. مسافرة، كنت هشام مسافرة، لوحدك لا السويد كنت مسافرة هشام لوحدك. مسافر برضو، مامتي مسافرة بس مش عشان تبقى يعني مسافرة، عشان الفيزا وكده، بس قالت تبقى معانا بقى طب بالمرة. دي صورتك مع مامتك اهي، مدير اعمالك الناجح اللي احنا بنحييه من هنا على الهوا، ده لسه وانا ويعني كنت صغيرة السنة لا دي. لا وانت كبرتي دلوقتي يا غبي يعني. يعني انت ما شاء الله 15 سنه وعديتيها بحاجه بسيطه، فيعني مش كبيره قوي طبعا. كل التحيه لوالدتك، وزي ما احنا قلنا دايما الاسره هي الاساس النجاح اي لاعب، الاسره ثم الاسره ثم الاسره. طيب عندك بعد كده ترجعي وهتروحي مع كابتن عادل، هتروحوا على تونس تونس ان شاء الله. عندنا بس ما بطوله. بين الحاجات دي عندي كام امتحان كده. كم امتحان؟ كم امتحان؟ انت كام في سنه كام امتحان؟ دلوقتي يعني؟ انا دلوقتي في سنه اولى ثانوي، اولى ثانوي بس اي جي، ف ماشيه مع البريتش وكده. بس دي صعبة، خلي بالك تدي حيلك. اتكلمنا على الموضوع ده حضرتك فاكر في حلقه قبل ايوه كده، وحضرتك بس انت قدها سالتني ودود.
اللي بينجح في الرياضه يقدر ينجح في الدراسه عادي. انا كده كده يعني قاعده تحت معايا الورق بذاكر عشان عندي برضه امتحان هي بكره. ميزتها فعلا يعني بتذاكر في اي مكان ما شاء الله عليها.